السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ شو أخباركم؟ معكم نايم من قناة نيمو. بدنا نحكي عن سكين نازل مجانا بلعبة فورتنايت، وعن طريقة حصول عليه، والخريطة الجديدة والماب الجديدة، والأخبار تبع الكريسماس. بس 17/12 بتبتدي فترة الكريسماس بفورتنايت، ورح تنزل كل سكنات الكريسماس الجديدة والأغراض الجديدة، والماب كلها رح تصير تلج مثل موضحة عنكم بالصورة، والباص رح يتغير. في مهمات تبع وينتر فيست اللي هي بدها تنزل بالكريسماس، اللي هي عبارة عن كل يوم بيعطوك تحدي لمدة 14 يوم، بال 14 يوم بدك تخلصهم تاخذ عليهم هدايا. وفي تسريب كمان عم يقولوا انه الأسلحة رح ترجع لمدة 14 يوم، يقعد 24 ساعة، كل يوم بتغير سلاح محذوف، حصرا محذوف. الخبر الثاني هو عن السكين تبع لعبة بطل بريكرز، نزلها اللي هي موجودة على ايبك جيمز. مجرد ما انت تنزلها وتربط حسابك فيها اللي انت عم تلعب عليه فورتنايت حصرا، وتلعب اللعبة وتوصل لليفل 50، رح بصير عندك سكين الهيرو اللي هو موضح عنكم بالصورة بطور الزومبي، بطور الزومبي فقط، مو موجود بالبطل رويال. وبطريقة بسيطة بتنزل لعبة وهي موجودة مجانا على المتجر، بتنزلها وبتلعب وبتوصل لليفل 50 وبتحصل على هذا السكين اللي موضح قدامكم بالصورة. وفي كمان عندكم مهمات اللي هي عبارة عن 14 مهمة اللي حكينا عليها، هدول رح ننزلهم أول ما ينزلوا اللي ما تبتدي فترة الكريسماس. هدول رح ننزلكم التحديات كلها مع الشرح الكامل، هنزلهم بالشرح الكامل للمهمات وشلون تساووهم كلهم بالواحد واحد. بس مشان يوصلكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وشكرا على المشاهدة.